الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي سغاشن يتضباد كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسو جري كتاب الأدب أخلاق دي أنشح المسلمين تا أن وعد ذكر الدونيت بسو السعودي، وحين ودن بكتاب أدب الطعام أسلوبك يا أخلاق ذا راشينك يا أجاسينك يسيع عنديسا قصاب صنابع ينودن بي. باب جواز الشرب هو باب هاي بنانة داي بنانتي من جميع الأواني إلا عبوه. سباب كمان نكون استعين شلي. باب جواز الشرب عبيد وين بنانتي من جميع الأواني ويلا شودن لك حلقة عبوه الطاهرة طاهرك والكستو طاهر والنجاسة هين أو متنجز هين. إيه وحلو عب كرو وحلو شبان كرو ولقى عمتين كرو غير الذهب غير الذهب والفضة عن مركب فضة يده منا أهين ولا شاء الله استعمال أي راشين كلقو عنايو أما لقو عبيو الله استعمال أيو ورن ظاهر كوابناي وحن ذهب فضة كأهين وجواز الكرع رقيض إن بنان تبيها للرقو بيها قعمها لقو عبنا ولا يقانا إن ولا ودرسنا ولا يقانا إن أسيد حولي أفكا كعبته أي رقيد اللي ده تيوي وجواز الكرع الرقيد من البنانته وهو كرعونا الشرب بالفم أفكل وعبوي من النهر وبقى لقعبي وغيره فردامها هي فرقية هي بض هي وحق القلها يبقى بغير إناء ولا آني ولا يد قعنا دون استعمالين هذا ويلي قعن منا استعمالين إن أفكذ بيها كعبته أي كرع قال لي ده وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة إيو إنا يحارانتها استعمال كذهب كويل كيسية فضة ويل كيدا في الشرب عبتان لو استعماله والأكل عند لو استعماله والطهارة كويس قادة مقبيس لو استعماله وسائر وجوه الاستعمال إيقابك كالي إيوح لو استعماله رنبا وحو البو ويل لغو قبصده ذهب لغو مقبصن كرو ويلش الذهب كي فضة لغو مقبصن كرو حتى قديها القماش الرحان كرو ما بنانو سيد الراجحه وحوي ذهب دمر كان لو قالين اي حدا نينك رغو كغان عسن كره لكن قاب كلي او ما استعمال كره اسو وعن انس بن مالك رضي الله تعالى ابواب تامرك مسائل كفر بدن ويل ولبون طاهره ان لو عبي كره لو عني كره وحان ذهب يفضه كاهين بيها افك ان لو رقي كره ان ذهب كويلشي سي يفضه اي استعمال كلي ان لو قالين وخي رغا ان لو قالين بس عبيتانك الله شيء عنتانك بس أي سنين حتى إن لا يشوا ولا الآن لا يشوا ملا دكتور ولا قرحيه إن حفيسها الله دعو وأركيسين هذا قلما ولا قسم يستيبا وأركيسين سيفا ولا قسم يستي وهنتي بدن بلقو بحنايا مكرفون هذا حرم ك غيب كم بدال الوداه بيجا دمبا مسلمين تناجوا بابا أيان مكرفون لو هل يده بلقسم يين تان لك ملايين كبعيسة مسلمين تنقاتشوا دمانا يعني يؤون ميلو لبيكو بابا آية وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال حول صحابك حضرت الصلاة صلاة باقة شيء فقام وحا استاق من كان قريب الدار نينك قرقيس الدواب يا كعايو إلى أهل ريركيس بوقعي صلاة باقة شيء وقت قدر لقاري هدبا ويسا اللوبة هذي مرهد دي ويسا اللوبة هذي نينك حافديس الدويد حافديس بوويس الدونتي وي وبقي قوم قلنا ويسار النبي إلا فديان ونبي كسهرين ساسانا ده حرمة كشرتا إن إنا يتكت إن النبي إلا شوكتا الربا وهدي أن العلين إذا نمن كي مركا أن ويسد قبين نبي أنا كهاري قريه هذون الفقايين دوين ويس أباين فوتي رسول الله رسول كلا وحلوك أنا بمخضب بمخضب بالوك مخضب يا مخضب والله اخي لكن مخضب قال له بدن ياي ويل بالوك ينو من حجاره دغح لغا سمي ويل يرحر اهان او ديل اهان او دغح لغا قري ايا نبي لو كينو بيي كو جيرا بيي كو جيران فصغرا وحا يرادو عيريمي المخضب ويل كدغح اها وحو كعيريمي او قاد واي ان يبسط انه فيديو فيه قديه سكفه ونبي صعب كسو كفدي نبي تو غانت غليو انه فرها سا او دخفيت شو دمعي ورغاسو ويلكي با كيرااداي غانتو ددوم وا لا غلين كرا فرها بركون وا لا غلين كلا غانتو دمهستران بنبي غانتو دخدغو شنتي فرود بين بي كبتاعان لا ويسيستو فتوضأ القوم كلهم رجو دم با ويسيستي
intii nabiga ku hadhayna waa weysaysteen oo ka weysa qaateen, qolihii guryahooda aadayso weysa qaatayna weysadii bay ku ceshadeenoo barakadaas nabiga farihiisay rabaa inay barakaystaa. Qaaluu waxay dheheen raggii muxadidiinta ee markaa iyada ah xadiidka weydiinaya anas ardadiisii xumayd iyo thaabit iyo raggii taabiciinta ayaa markuu xadiidka sheega, waxay dheheen kam kuntum, imisaad ahaydeen maalinka nabiga farihiisa aad ka weysasateen ee weelka yarka ee xaranka ah intuu gacanta dhex dhigay aad ka weysa qaadateen, imisaad ahaydeen? Qaala wuxuu yihi 80 wa ziyaada, 80 iyo dheeraad baanu ahayn, 80 iyo googo baanu ahayn. Muttafaqun calayhi, hadihi riwaayat lbukhaari, lafdigaanu sheegay waa kii bukhaari. Wa fii riwaayatin lahu lilbukhaari wa limuslim, riwaayo kale wadaagaanna waxaa ku timid anna nabiya sala allahu calayhi wasalam dacaa, wuxuu nabigu codsaday biinaai min maai, weel biya ayuu codsaday, biyaha lay keena buu yidhi. Fa uutiya nabiga waxaa loo keenay biqadaxin, weel raxraaxin gagac ah, weelka salkiisu dhow yahay, yar ballaadhan baa leedaa shay, weelashu qaybna mug bay leeyihiin oo hoos bay u yar qodan yihiin, midna waa afkiisii iyo waxaa isku dhow salkiisii baa isku dhow, balayrka saa u fidsan oo kale ayaa raxraaxa la yidhaahdaa. Fa uutiya waxaa loo keenay biqadaxin, weel oo raxraaxin gagac ah, markaa uu dhow yahay salkiisu oon mugba lahayn, fiihi shay-un min maai, wax yaroo biyaa ku jira, wax yaroo biyo ah oo hal ruux u weysaysaa ku jira ama ka yarba, 80 iyo hodhodhana waa ku weysan doonaan. Fa wadaca wuxuu dhigay nabigu asaabicu farihiisa buu fiihi filqadaxi, weelkii buu gacanta saa u geliyey. Qaala anas wuxuu yihi fajacaltu, waxaan guda galay anduru inaan eegayo ilal maai, biyihoo yambucu kasoo butaacaya, yambucu yambacu yambicu, ba'du waa musallatha, inaad guddo kor dhowdo hoos dhigta waa bannaan tahay, oo ka butaacahayo ka burqanaya min bayni asaabici, nabiga farihiisa dhexdooda ka butaacaya. Faxazartu waxaan ku qadaray, faxazartu ay qadartu waxaan ku odorosay ku qiyaasay, man tawadaca dadkii ka weysa qaatay weelka asaga ah cafwan faraha nabi maxaad ka weysa qaatay, maa bayna assabciin ila athamaaniin, 70 ilaa 80 wuxuu u dhexeeya, tii horena marka la tiriyo weeye, oo 80 iyo dheeraad waa bilcaddi bay ku noqdeen. Xagga qiyaasta marka kor laga firi raggana aduu 70 iyo 80 bay u dhexeeyeen baa la odhanaya, marka ma aha wax iska hor imanaye, haddii la xisaabo si toos ana waa 80 iyo dhowr. Haddii kor laga qiyaasana ninka qiyaasay wuxuu odhanaya raggan meesha fadhiya waxa weeye 70 ilaa 80 bay u dhexeeyaan. Idan waxaa ku jira weelashoo dhan bay la isticmaali karo, waa kana waad aragtaan weel dhagax laga qoray ayaa lagu weysa qaatay oo dahara loo isticmaalay oo nabigu isticmaalay oo saxaabadu isticmaaleen. Waxaa kaloo ku jira mucjiza min mucjizati calayhi salaatu wassalaam, in nabiyullaahi muusa intuu ul ku dhuftay dhagax uu biyo ka butaaceen ama ambiyo kale la siiyey, mucjiza taasa tana ka daran dhagax iyo dhul inay biyo ka butaacaan, dhaqan iyo caado la yaqaan wey, dhagax inay biyo ka butaacaan oo farda ay meeshaas yaaxeen ka timaado il ay ka durdurto waba dharna dhaqan la yaqaana wey, laakiin gacan bini aadam inay webi noqoto biyo ka butaacaan waa mucjizo min mucjizati calayhi salaatu wassalaam, mucjizadana ka daran oo ka xoog badan kana cad middii la siiyey nabiyullaahi muusa ee uu markaa ku dhufo, ilaahay markuu lahaa ku dhufo dhagaxa ushu ku dhufo intaas 12 ilood ay ka burqadeen. Wa can cabdillaahi ibnu zayd radiallahu tacaala canhu qaal, ataana annabiyu, nabigaa noo yimid, fa akhrajnaa lahu maa anbiyaanu usoo bixinay, nabi maxamed baana soo booqday, cabdillahi ibnu zayd alansaari qaal wuxuu hi ataana nabi, nabigaa noo yimid, fa akhrajnaa lahu maa anbiyaanu usoo saaray, fii tawrin, weel baana ugu soo saaray, oo min sufrin, nuxaas laga sameeyey maar, sufrigu waa baal maarta inta badan asfarka ah, iyadoo cadna weyba jirtaa baan umaleyn. Fatawadaa, nabiga ka weysa qaatay, maxalu shaytuna waa maxay, haddana weel maar laga sameeyey ama macdana ayuu nabigu ka weysa qaatay, dhib malaha waa la isticmaali karo. Rawahu albukhaari. Asufru bidami saadi wayajuuzu kasuraha, saadka in la godona waa la yaqaan, in la hoosigana way jirtaa oo sifri la yidhaahdo. Wahuwa nuxaasu, waa marta. Watawru kalqadaxi, tawrkuna waa weel un dhiilka oo kale ah. Wahuwa bitaa'i almuthanaati min fuq, ta baana la akhrinaya laba dhibcood kor kuleh oo tha ma aha. Wa can jaabir radiallahu tacaala canhu ana rasuulallahi sal alay wasalam dakhala calaa rajulin min alansaar, nabigu nin ansaariyad buu usoo galo soo booqday, waa abulhaytham ibnu tayihaan, saxaabi la odhan jiray abulhaytham ibnu tayihaan, saxaabiga ah wey sida raajixa riwaayad kale caddeeyey, saxaabigaasuu nabigu soo booqdo beertiisii daashu ka dhistay la joogo hagaajinaya. Wa macahu saaxibun lahu, nabigana waxaa la jiray nin saaxiibki, waa abubakar asidiiq, ninka maalinka nabiga la socday
xadiidka caddeeyey maalinka ay gurigiisa tageen oo u loogay ma aha maalinka cumar ba xataa la socday keligii maayo waa la badnaa ee maalinka umar nabigu beertiisii uu ugu tagay weeye faqaala rasuulullah rasuulka wuxuu yidhi in kaana cindaka maaun baata hadihi leyla fii shannatin wailaa karacna nabigu wuxuu yidhi markuu ugu tagay saxaabigii beertiisii isagoo beertii biyaha ku hagaajinaya buulkiisa uu marka harsanayay ee uu bar yahayna ka yar fog yahay waa buulkii beerta loogu talagalay guryaro beerta loo dhisay wey maaha kii deganka ah ma aha in kaana cindaka maaun haddaad biyo hayso baata baryay hadihi leyla xalay baryay fii shannatin sibraar ku baryay iyo qirbad ku baryay fasqina na waraabi wey nasii aan cabni haddaadan hayninna waa ilaa haddaadan haynin biyo xalay baryay oo qabow oo sibraar ku baryay karacna waanu afkaan ku cabaynaa biyahan qulqulay biyuhu ku waraabayna beerta qulqulahayay ee farqaha iyo kanaalkii gacamadii beerta waraabayna nabigu waan kanaan raqaynaa oon afka gashanayna haddaad laakiin noo hayso biyo xalay baryo oo ku jira sibraar keen rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey axaadiista ku timid inaan la raqi karin biyuhun afka lagu cabbi karin ee fara badan kulliga daciifa wey hal xadiid kama asixin dhowr xadiid oo ilaa afar xadiid baa ku timid baabka oo odhanaysa waa cabitaan shaydaan iyo waa xanuun ba laga qaadaa iyo howlo badan sheegaysa hal xadiid kama sugin cinda ahlixadiid cinda ahlixadiid idan sidan baa sax xadiidkan bukhaari ku jira ayaa sax ah shannadu waa sibraarka waxaa lagu jamciyaa shinaan baa lagu jamciyaa marka muxuu nabigu u jeclaystay biyaha baryay ee sibraarka ku baryay inta weel wax lagu shubto ee biyo lagu shubto sibraar baa ugu biyo qabow baraf haddii barafaynta iyo hawsha u kaadi sibraarku marka biyaha lagu shubo ee uu baryo biyo ka qabow ma jiraan xilli kulula waa la joogo midina waa kulley biyaha saasuu nabigu u dalbaday muxuu u yidhi xalow inuu baryey biyuhu markay cusub yihiin ee marka ceelka laga soo daro ama isha laga soo qaado saxar bay leeyihiin carraa ku dhex jirta calow bay leeyihiin markay laakiin baryaan biyuhu oo la dhigo way kala miirmayaan wixii biyaha ku jiroo dhan dhulku hoos buu tegayaa biyaho mid ah ood moodayso in si fiican loo kala miiray ayaa hadhaya caafimaadkuna waa sida qururax iyo in wax aad qaado oo kelido wax ku istaago ama xameytidu wax kaa aado waxaasoo dhan baayaad ka badbaadaysa biyaha baryay qabow ay qabow yihiin iyo ayagoo saafi ah buu nabigu u doortay calayhi salaatu wasalaam saasuuna jeclaa rawahu lbukhaari ashannu alqirbatu shanniguna waa sibraarka ee xoolaha haraggiisa laga sameeyeed garanaysa muxuu marka sheekhu ka rabaa haddana waa kana nabigu calayhi salaatu wasalaam oo weel idiin ah weel idiin laga tolay biyo ku jira cabaya midda kale waa ka nabigu ihi haddaad weelkan noo haysana waanu ka cabayna haddii kale waanu raqayna oo biyahan la raqo way bannaan tahay subanaha sameye calayhi salaatu wasalaam saxaabada u sheegay wax dhiba ma laha wey hal mar un baan la ogolaynoo inaad adoo taagan biyaha afka waad ku cabbi kartaa adoo fadhiyan waad ku cabbi kartaa waad raqi kartaa laakiin inaan taad dabacato waad xabadka dhulka dhigto aad afka la gasho xanuun bay dhakhaatiirtu ku sheegaan khatar bay ku sheegaan hawshaa marka min xaytu tib ayaa loo diidayaa ama min xaytu sharci loo diidi maayo وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أن إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي إله إنها أنا وحنا غربي هذا نخرجنا هاي وي ونلبنا هاي عين الحرير درك حريرتا إن لحده وأنا حريرتا حيواني ذا حريرتا والله بقي بود حريرتا والله بقي بود قيب درب الله قسم لقى كينا أو وجد دنتود جد كجليل لها اللي ده يو جد بدن دنتود بحرير لقى سبي النباتي بالي الحرير النباتي درب الله قسم درك درك الله كقال سنياي laakiin xariirta asalkayd ma aha xariirta laakiin xaaraanta sharcigu ka hadlay waa xariirta baalkan dixiriga uu sameeyo dixiribaas miiq samaynaya miiqaasuu wareejinaya miiqaasaa dhar laga samaynaya hadda adduunka waad ku aragtay maalmaya tv-yaha iyo youtubeyada waad ku aragtay isagoo samaynaya kurjado duma ah wareejinaya marka xariirta marka xayawaanka uu sameeyo duudulqazi baa laydaha waa dixiriga ama sangaalaha sameeya xariirta bahal intaan la eg oo sangaalihii geeli sankiisa ka soo dhici jiray la eg una egba ayaa samaynaya geedaha qaarkood geedka tuudka la yidhaha caleyntiisaa la cunsiya loo dhigaa kadibna markaasuu xariirta samaynaya qaybta waaweyn darandirteenni buu ogyahay darandirti waaweyneeda caleynta cuni jirtay buu ogyahay wuu kala duwan yahay xoolo la dhaqdo oo la ilaashado weeyo hadda inagu waxaa ma dhaqaana reemihii baanu iska nahay waa xoolaha sidii xoolaha yaa loogu xisaabtamaa
xariirta nabigu waa naga reebay iyo wa diibaaji xariirta teeda culus xariirtu diibaajku waa nooc xariirta ka mid a xariirta midna waa khafiif waa layd oo way jilicsan tahay oo way dabacsan tahay midna xoogow yarka kan tahay way qallafsan tahay way adag tahay taasaa diibaajka la yidhahdaa almuhim si kastaba noqote xariirtu marka la idlaaqo waa marta inta badan ay dunta dherarka u socota ay xariirta tahay midda gudbanna ay ebrism iyo wax kale ay tahay laakiin diibaajku dunta gudban iyo ta dherarka u socotaba waxaa laga dhigayaa xariir adag bay noqonaya iyo washurbi in lagu cabo nabigu noo diidoo naga reebay fii aaniyati dahabi waalfida fidada iyo dahabka weeloshooda in wax lagu cabo nabigu noo diido cunitaankuna waa la mid ayuu isticmaal kastaba waa la mid culimmadu sidaasay leeyihiin wa qaala wuxuuna suubanuhu yidhi hiya weelashaan dahabka iyo fidada ah ama fida iyo dahabku lahum gaalay u ahaato gaalaa isticmaala fi dunya adduunka inta la joogo wa hiya dahab iyo fida iyo weelashaa qiimaha badanna lakum idinka idi ahaata muslimiina fi laakhirati aakhira marka la tago muttafaqun calayh bimacnaa dahab iyo fida in weelo laga dhigto oo wax lagu cabo oo lagu cuno oo meelo lagu sharaxdo waa dhaqan gaalo adduunkayna intaa wax moodayaan aakharana naar baa quwaaxaysa idinku haddaad muslimiintihiin iskaga dheerood oo ka fogaada aakhara marka la tago xukunka dhan waa isbedelaya adduunya xukunka yaallaa aakhara khamradii baa la bannayn oon lagu sarqaamaynin waxyaaba badan laydiin diidaa laydiin fasixi waxaa weeye aakhara inta laga gaadhayo waxaan sugaa la yidhi joojiya hawshan idinku hau dhowaana adinka dhaqan gaalada yeelanaysa taa macnaheedu maaha gaaladu inaan axkaamta shareecada laga rabin oysan ahayn mukallafuuna bifuruci shariica sida sawaabkana waa mukallafuuna arraajix fi lusuul laakiin waxaa weeye dhaqan gaalo weeye hawsha iyada wakii nabigu yidhi waxaa waxaan xidhaa markuu cali u diidaya xariirta man laa khalaaqa lahu fi laakhira dadka aan nasiib iyo ayaan kulahayn aakhara unbaa xidhay ka fogow maxaa kuu geeyey raggayna u taallaa dumarka hawsha dhan waa u fasaxantay dahab iyo fida iyo xariir kulli iyagu waa loo fasaxay jamaaca min salaf oo u diidi jiray waa jira oo cabdullahi ibn zubayr ka mid yahay وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور الذي يشرب ككعب هي في آنية الفضة فضة ولا شيء إنما يجرجر وحكا قرج قرج سينيا في بطن علوش سي بق سي بيركيسة نار جهنم جهنم النار تيدي نار بق القرن ياوي وضع ركتر مكاد بيها القرن يسو شنقر بيليين هم قولي قادي قلون تضمرنا چيدي مرنا نفسنا يا شنقر كيني بيو قابك أسعدان إذن نار hadda sooweel fida intaad biyo ku cabtay maadan ka qurjuc qurjucsiinahaa adiguna naar baa bogooda saa aakhara u geli doonta wey biyo naareed baad cabaysaa haddaadan ka fogana hawsha ayada ilaahayna uu ku cafiin muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimi waxaa ku timid ina aladii ya'kulu midka ku cunahaya aw yashrabu ku cabahaya fii aaniyati alfidati fidada weelasheeda iyo wadahabi dahabka weelashiisa fidadu waa midka hadda silverka aad tidhaahdaan soo lama yidhahda mise magac kale yidhahda fido maxaa la yidhahdaa silver cam baa la yidhahdaa inagu haddee qalin baan dhihi jiraan umaynaya qalin bay soomaalidu yidhaahdaan silverku waa af qalaad weeye qalin bay yidhahdaan qalinka laakiin laba qaybood wey mid bir la qurxiyo oo wax cad la mariyo bakeriyaha laga samaystay ee galaasiya sufurada caanaha lagu cabo kaa fido ma ah macdanka aad moodaysaan fida ma ah way ka duwan tahay way ka duwan tahay laakiin macdankeenna jilicsan bay u yaraagta ina aladii yaakulu aw yashraba midka wax ku cunaya ama ku cabaya fii aaniyati alfidati waaldahabi dahabka iyo weelasha qalinka ah yaa ku yimid idan cunitaanka cabitaankaba waa la sheegay wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaleoo muslim waxaa ku timid man shariba fii inaa'in min dahabin ninkii ku caba weel dahab ah aw fidatin ama qalin ah fa innamaa yujarjiru wuxuu qurqurinaya ama ka qurjuc qurjucsiinaya fii batnihi beerkiisa iyo bogiisa naaran min jahannama naar jahannama ka timid bimacnaa aljazaau min jinsi alcamal wixii aad samaysay baa lagugu cadaabahaya wixii aad samaysay wax u eg baa aakhra lagugu samaynayaa wey ilaahay subxaanahu watacaala naar iyo cadaab baa naga fogaya hala iska ilaaliyo waxyaabahaas shareecadu ay ka digtay ha laga fogaado ha laga fogaado kitaabu libaas haddii dhaqankii cunitaankii howlihii lasoo dhammeeyey hadda waxaa loo gudbayaa anshaxii iyo dishibiliinkii iyo edebtii akhlaaqdii dharka loo xidhan lahaa diinta islaamku waxay leedahay akhlaaq bay leedahay waxay leedahay mabaadi caqiiday leedahay waxay leedahay qado iyo garsoor bay leedahay waxay leedahay dhaqaale iyo maamul bay leedahay wax walba falsafadii islaamkaa gelaysa axkaamtii waa uun laba qaybood oo la dhaqanka bulshada
iyo la dhaqanka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo hawl adiga ku qusaysa dadada waaxood ba shariicadu waa ka hadashay waxay ka tagtayna ma jiro ma faradna fi lkitaabi min shay tibyaana likulli shay weeyaan shariicadu marka waa sidaa waxay diinteennu ka tagtay lama arko wadaaddu marka isku dhibahayo oo fahamku ku yaryahay oy qilatu lfiqi hayso iyo caamo ayagoon diinta aqoonin doonaya inay gacan togleeyaan baad arkaysa kule diintu sax maya maa faradnaa fi lkitaabi min shay wax laga tegey baa jira waa been wax laga tegey ma jiro ninka yidhaha diinta xugumay ka tagtay baa jiro oo ma dhammaystiro muslim ma aha culumo allah soomaalina ma aha yuu yahay hadda kor baan idiin sheegaa usha ayada inaan soo celceliyo ma rabo ila waad fahanteen lanno soomaali waxaa la yidhi boqolkii boqol waa muslimiin ninka aan diinka ku dhaqmaynin ee shariicada aaminsanayn ee waxbaa naaqus iyo waxbaa dhiman yidhi soomaali ma aha taa macnida waa maxay muslim ma aha kuway masiixiyiin baan laaylayaa maraykan yurub ka soo ordaya waa beentood jinsiyad lagama siin karo soomaali lanno soomaaligu waa inuu muslim yaha shardi ah baa sabarku waxaa lagu qaaday inaad tahay muslim ha aada meelaha siberiya iyo zambiya ha aado kristan nation baa lagu sheegaya zambiya halka ha taga asagu meelaha aado ama soomaaliya kusoo logeyn qolyaha siyaasiyiinta sheegtay malagood galay in horaan baa ula boco ugu tukabayna warkoodana caddaynayna siba sibay dhaantaay naru way kala subxaanalaystaane nin aan muslim ahan yahan baasaboor la siinin ha laga ilaaliyo waa in lagu qoro sharciga lagu qaadanayo dokumenti waraaqaha lagu qaadanayo sharciga iyo teesaraha soomaaliga iyo kamaandhaha soomaaliga iyo baasaboorka waa in lagu qoro ruux waa inuu kow waa inuu muslim yahay diin kale hadduu sheegto ha aado hadduu kristan sheegto meelahay ka taliya ha aado hadduu sheegto hadduu yuhuudda ha aado tel abiib iyo meelaha ha aado waa adduunku waa badan yahay haddaad ijtihaadaan wadaadow muslimiintu adduunka dhan bay dhooman yihiin meeshay tagaan ba sharci bay ka qaataane waana muslimiin dadka meeshaa joogana ku diin mee maxaad leedahay wadamaha reer galbeedkii royal afrikaanku ayagaa yidhi annagu diin shuqul kuma lihiin hee maxaan diin dimuqraatiyad baana ayagaa yidhi ayagaa qortay waxay qorteen baan kula daaranhayaa anugu oon sharciga ku qaadanayaa oon ku dhex joogaa laakiin anigu ka diin ahaan ka dhaqanaan ma ogeli markaan soomaali ahay nimaan muslima inaan sharci siiyo maxay ugu haysataan marka waayahay nin walba wuxuu qortay soo in loo tixgeliya maa idinku haddaad reer yurub iyo tin iyo faranji iyo afrikaan geesa waaweynoo kuwaa dabadhoon u ah sharci iima diidi kartaan limaada maxaa qorateen diintu waa hawl u goonaa nin walba iyo hawlihiisa iyo buulkiisa la galo dimuqraatiyad meeshan ka shaqaynaysa nin walba wuxuu doonaa sameeyo dac maa liqaysar liqaysar wamaa lillaahi lillaahi bay yidhaahdeen annagu waxaan leenahay diintaanadu adduunyada ayadaa maamuli diin iyo adduunya waa isku duuban yihiin waa uliya diirkeed lama kala reebi karo ninka kala fujiya muslim ma aha soomaali ma aha meeshuu doona ha sheegto haybta beentaa iska joojiyo cid kale ku abtirsado warka inaad fahanteen bay ila tahay shareecadu waxaan u jeedaa un usoo socdaa waxaa weeye diintu waxay ka tagtay ma jiro imaamu shaafici muxuu yidhi ilaahay rasuulkiisu wax walba adduunka ka dhacaya ama iman doona xukumkooda way caddeeyeen marna si guud bay u caddeeyaan marna si gaar ahaaneed warka bini aadamku dhan baa sidaa waxaad sharaxaysa caddaynayso marna si guud baad u qabataa marna gooni baad u sheegi mar waxaad dhihi wixii ree hebel ah waxa hala siiyo marna waxaad dhihi cabdullaahi geedi iyo jaamac iyo xasan iyo cali inta hala siiyo oo dad baad gooni u magacaabi haddaad doonayso shareecadu inay wax kasta bar dhowdo cayinto madaxa ka taabato soo heli maysid ee shareecadu marna madaxay ka taabataa marna kor bay ka qabataa inaad fahanteen bay ila tahay wax shareecadu ay ka tagtay ma jiro kuis sharaxaya baan arkay shalay oo yuusuf iisoo diray oo ku haya kitaabka qur-aankan dadka ku maamulaynaa asagaan ku dhaqmayna waxyaabaha kale laakiin annagaa ka tashayna aqoon dara haysa qilatu lfiqi hadduu wax garanayo intuu baasha hagaajiyaan kulligii annaba u codayn lahayn asaga laakiin dabaalnima hayso ma fahamsan hawshii wasiirada inta laga dhigi inta gobollaha loo qaybin xaggii caasimad shareecadu way ka hadashay se oga hadashay almasaalix almursala la yidhaahdaa
المصالح المرسلة اللي إلى هذا أفر شرطي باللغة إيغا هذا كور بايدين شرحي شيء والبا وأفر تاشر دي اللغة هلي وشرع باللغة شيء اللغة وينا مبنى لذا موقال لما اللغة إن بدن بايدن كوعي قداشين حتى قلتم توشا وإلا فهم أوشا أقون در هايسا أقون در هايسا شيء يا شيخ أبو محمد كتاب اللباس مرك قاب كله حين الله أبو بابي هاي باب استحباب الثوب الأبيض وحب بابي هاي مرضى عاد حراشد هنا السنة هاي وجواز الأحمر مد عص أم جدودا نأي بنان تهاي والأخضر مد عقارا والأصفر مد شالها أما يلو تقانا والأسود تمد ولا حدا كرو وجوازه مرضو إن البنانتا إن لقدكتو من قطن عطب يو كتان قليل يو شعر تمو يو صوف دقر حولو يو غيرها وحان انتا كأين إلا الحريرة حرير موية إلا الحريرة يعني شيء والبو أو درعه أو بن آدم كعروسه كو أسطوران كرو إن لحران كرو ها عدادو ها قدوتو ها عصادو عقار ها نقضو بوربورية شال ها نقضو مدو ها نقضو إن لقدكتو كرام مريد قطنك وامدكن أدينكم صوف كوتا قانا عطب نوالي هذا جيت كان بحي صوف كيس الله قرطوة قرنيس إلا أبو رادبا كتانكو أصغنا صوف كاس ودو يالا كي نقو ذا دها نقي كتابكو نو أخرية جري قليل لي نديه جري قليل له جيت كان على انت واوين بحي عانها له عانو لي هاي بهلو انت اللي وكوب بدهانو هو بحي وطوب تقيلو كلا أدمود انتو اللي أكتاي بعبع قبضة اللي جاد هاي قليلا أنه نقانا قليلا أنه وليسا لقرا حقوبة ليرق إنك تشين مركو حقوبة وعلنك نقضة أيها لقد ديرا دون حولي هاي أدو أدق وحركها لقد سميستو نمان كان فالعراء كوشا قيستي قانصة حركة وقو حدانا نقو إن بولي هاي إن أدبر كوكو يسمي مبقعه حركة أدق لمشيك دون تيسا درك لقد سمي درك درك وقو قيمة بطنوي بوع مئة ثلاثين يا بوع ما يرحمه النميه بوع مت كان شنفراق علينا تقولين شنفراق بحية كاسة اللي هذا بوع أنا ونقبضه ونقانه المهم قليل رحمه روك ده بوع عسكري ويو شعار شعر هو دغورت جيلة هي اللقطة هذا كور بعدين شيء عفوا دغورت رياعتك هي جيلة رياعتك هي اللقطة شعرك ورياعتك هي اللقطة لقطة هي رياعتك دغورت هذا شعر لي هذا جيلة دغورت يسوبر بالي هذا إذا ها دغورت هذا صوف بالي هذا وكل دوي سومن إسفهمين يو غير وح أنت بقى هين حبك لو بدر لقسم يستعد الصومة إذن وحاصل دم بوابنايا إلا الحرير حرير مي وحلا حدو والنبي أودي ذي مشروع ودرهان أودي ذو أنك هاين حريرتا قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم الماء آدم قد أنزلنا عليكم حاندين سودتنا اللباسا ضربا يدين سودتنا يواري قريو أسطورة سوآتكم حمانتيني عوردين وريشا حرقا يدين سودتنا دلو حرقوا ذو لباس لباسكو والله وقيبود من عورة لو قرية من نوال وحر جودا وقال اسكب بلا إلهي سبحانه وعورة لو السورة يي لباسا يواري سوآتكم بول وح لو وحر جودا عمال كر الله صارتي جو شال وقرب كله رتئ يكوفيت بده حل الجلية يو شار قيب تكر الله قشدي ألابتن الاسكب بلا الاسكب رحيو الزينة دا ريشن بالليل وريشن زينة ويقروح بلعبة إلهي دي سدتشي وحقي محلو سودتشي دركو عيركا كما يماد دركو كيماد داي وان سودتشنا على لي هاي حالو يقول واد فاهم لا الله فاهم درا كويسي دولكو وحو سو بخينا يا حقا كينا عيركا روب كيميد بو وحو سو سارا بيهان دولكا كبتا كل ود عيركا كيمادين هذا قور بايدين شاو شايدين شرعي ضمان هذا وحبدها وحبدت ارغتين بيد عيركو كيميد كل ود وحا بي عيركا يميد او دن وحي بيقول يا لونه وبيع كي مدوي وحاط بورو سودين هيانا يا حيمضة يدور دور هذا كل واعر كي أصل كذا كي مادي تبى رب يكون شيء جيا بدر كان صوب حي درتم بحليات كسم يساتين كس كي يلاتين دركا
وبيعركي يمد وحي سو صاريهم واللباس التقوى حبسيدا دركي دا الله لقبقو أيا ذلك خير كاسانا كخير بضن كان هذا اسكو إحرعي إسان يحرقذين كان كخير بضن لباس التقوى ومعي وإسلامك وحشوتك وإلهي والله قعب صدو وعملك صالحا سلف كنول بملبو كل رفتي وحاويان إن هو الله كعبس يإيمان يعمل صالحا أيا خير كخير بضن ويا ذلك أرن كاسو در لسكو حراء وعورا لقو أستراء إن أدرق الحسن قالت عورا أسترته مد هذه كلي أي حق علىنا أي قاونته مشكلوي إن قلبي كم مرنت وذك أباركته هاي وذك قاونته وعورد قلبي قد أي موقته والديوان كآخر وحبي أسن كولن والرب هذا كحشونين والله هذا كعب سنين والآخر أوت لدقينين وعاف حق أن أدرك وقال سن حيرنا يسوسن كتاجس لا برفون الإسكوت شبينيس إذن إلى يحود لي هاي حقه وصي قلبي قه إيا جنكن كرب أود دالة حقا كورونا عوردنا أسطور إلهي كحشوضة حقه صن ربك بقى لكن باطنك كون أكسن ويظاهرك وقال تعالى رب وحول وجعل لكم رب وحودين يلا سرابيلا جمع السربال قميسيوي وقميس سرابيش وقميس يدا بركان شارك إيا قميس كان الحدى قميس كو أف عربي دي إنه كان شلق بان أنا أف صمالي أف صمالي محلي أبال كان قبو إذا رقبتان قميس وأف عربي أف صمالي هو معي شلوك بالي لذا شلوك بالي رنشري سروال كم حالي يا القبطان يا ترقل بالي لذا لونجنا بالي لذا يا واسقة هذه واسقة إذن وجعل لكم سراب وجعل لكم رب حدين سرابيلا قميسو إذن يلي شلقيو جمع سربال مفرد كسوا سربال سرابيلا وجمعي تقيكم الحر كويلك إذن كإلالي سكذولك إن كدورتا إلهي درب إذن سياد كويلك إذن كإلالي والبرد والغت اكتفاء بالليل هذا محايا إلي هدي شيء وكادورة كويلك وكادورة قبوك أن أنت بدوا كادورة مدك لي دولك عربية القرآن كسو الدقيقي كويل با عليس كهيي ميو ديب كهيي قبو وربو مينه قبو وي برادين جيرين با وها marka durba ay fahmahayaan nicmadiisa iyo galadiisa ya ilaahay ugu hal qabsaday ba layri sarabila taqiqum bil harra dar kweelka idan ka dhowrood kaga dhigta qabo wala gaari doona iyo wa sarabila qamisa rabbi idin yeelay taqiqum idan ka baasakum dagaalkiina iyo wareentada iyo waranka iyo tumaatiga idan ka dhowrta عمرو برد بقى قسم إنسان إذا سيفت بقى كاس وكرودي وورن كبان كوكرين والليب كبا صوع عرية وحاسب وان نعمة إلهي هو إذن كوا الله قسم إنسان أيو ألد حرب بقى أيو كوا درك عروض الله أستري كل وحوي ويبنائهين وأن النعمة إلهي سبحانه وتعالى وأما باه إن لقى ما النقو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عفوا وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذلك يتم النعمة عليكم لعلكم تسلمون بآية أدن بيسي إلهي هذا الشيء والبو وناك ودنك يمد أسل كيسي آدمها لو طلق أني كالميستان وإلهي أكالميستان وإضاعة أكالميستان ونعمة ربي كقرتان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حول نبيك إلبسوا حدا إلبسوا حدا من ثيابكم دركين البياض دركعتك حدا وأمرك وأمر استحباب عند أهل العلم دروح أوناك سنكعات إلا حدو وكان نظافة بدنية هاي وسخن مقر صدو نجاسة دربو والا أركا ديد كدربو وشيغا نظافة دوت كتداليس مدى كالي دارك ورواغو ورهنش بالا قرنج يسير دارك قريس وقريسان دارك قريس شيغا عادي وحكبت بادي نجاسة إن لقلي أما لقو رهنش يوان سيسي بفتوه سيدي جيت كل لغو صد دريب كتوغا كوان كاين لما دوبي أمال قدودية أمال عسية أمال عقارية أمال شالا لغدقاي إن لو قو قرية نجاس بلغة يابا أو نجاس لو رنجيو أو لقليو كان عدل كان صوغ هوشة وكبت بادية رنوا النظيف رنا أسل كيسي وكبت بادية نجاسة وكبت بادية ساسا لا دورته البسوا من ثيابك مدرك إنك حدا لكن كوا دو حاجة رأيو أسل كذي مدوبة أما عقار أما جدودنا كيميكا لو بفتيو لو عديو أفيد مركا ألقا واكيش تولي درك مركا كعطبة أو ناقسن
فإنها دركاسي عاد من خير ثيابكم دركينك وخير بدن بي كترسنتاي وكفنوا ككفنوا كدوغا فيها درك على عاد موتاكم كوينا دنتي هذا نوشينا نبي درك عاد حدا براسك او خير بدن هذا حجابتنا دمتانا مسلمين تها لو كفنها لو كدوغو اصي هلقات النبي مدين لا سودات نينك دنتي با له درع لو كفنه اسلامتي اين هلا كفنا لما دي سومالي دبك با ارغتي odayga dhintay kafan cad baa lagu duubaya islaantu ka tageyna dar cad baa ina lagu kafnaayado taagan oo nool waad faanta warka ka wado waa khald ah khald lama ogolo wax leeyahay asay ogoon loo qaad ma jirto waa bidco reeqo furad bana ugu daran reeq galbeedkii reeqooyiga ay ku reemudugii gobolaha dhaxa dhaama reeqo furadku waxa lagu leeyahay waa روح مركو مانتا دينتو مانتا لسوغي بري مالنكا صدحات وعليوا مالنكا أساي ساري دووي إسلام أولي حجابنين ونداحرنين با مركا أساي الله سوى الحجاب مغشوشو قرن بيسان قريبا لقلين دهبا اللوحري تدك السلامة يا حق أساي كالسلامة هيا محايا أساي بيكو ترتا ولي قلنا قنع عذاب مغضوه قريس بميلها الأرديسي فدا اسكي إلالي gawadu hadii laga dhinto waxa loo diiday sharciyada waxa weeye inay xaragooto ilaamato indho kuulato isbarfuumiso sidii ay waagu wadaad ku noola u xaragoon jirto in baa loo diiday way qabaysani way isnadiifini laakiin barfuumki udgoonki waxaan baa iska ilaalinaysaa iyo dharka xaragada ee bilicda leh kuwa caadiga xaafadaha lagu joogo ama marka dad aadan xurmeyn ay la xidho way iska xiran kartaa alaabti ay arooska ku aadi jirtay aroosyada ku aadi jirtay iyo shirarka umbaan loo ogalay soo garanmaysa hawsha xaragadu baa loo diinay laakiin dhar cad iyo dhar cusub iyo ma qaadan karto meesha dhar cad oo gooni ah ma jiraan dhar cusub oo loo diiday ma jiraan waxaan loo diiday dharka xaragada barfuunka cilaanka hawlaha tusahaya inay ka xanuunsanin geerida timid shariicadu moqto waxay ninka xaq buu ku lahaa islaanti 14 meel cidaal la siiyay wa in ay muqato ruuxa muslimka ee geeriyooday ee ninkeeda ah waalkeed ah dadku u xigay in ay hawshiisa ka xanuunsatay musiba ay ku dhacday haday maalinkii la xabaalaba ay firato oo shan la isto indha cadaysato tiraad haye ay tiraado adoo qorsho xumo way meesha ayada shariicadu alaabta say ila leysa بحاتر هذا ما بنان ما رعد الله يقول الله يحرم ما بنان وممنوعوي حدي وحون الله يحرم هايو حديث ضعف في كجور شغل بان نحوتيو أي صار وري سدح ذي بريو أهري سكبر إلا قد أنت وين درم ذو حراتو عدين كنا وبلغت وحش عدين كنا شيء ما بتشربه ولا حديث ضعيف ولا مد موضوعه gabadha laga dhintay saddexda bari oo horeysa dhar madmadow ha xirato xadiid jiliba jiray waa daa dhaifiye shalbaan oo taxsiiliyo sumaan kuwan gaalada kristanka inay dhar madmadow baabuur madow wuxuun madow balaaya waa uu sheedaan baan u malaynay illa wuxuu la meel madow loo wadaay ninkii ay wadeen ma meel madow loo wadaay yaa ha meel madow loo wadaa way soo faqdaan u malaynay ilaahna astur روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا حدا البياض ودرك على الحدا فإنها أطهر أيضا طاهر نمبضا وأديب وناكسا أطهر من النجاسات حق النجاسات كأصل كباقي بريبي كالتهايو ترينجي لقلي وحلقو خريبي يردوب اللقو قوش منا مالها وأطيب أيضا أدقونه دربع سحمانتا إيا وأسكاق إيا وسطا ويشيقي ويكو دعويني durbasha qamiska ma iska dhaqdo baa lagu dhiga ma geysatid muxuu aha laba dayada ma geysatid sidda meeshan dubiga ma geysin ma iska dhaqdid laakiin midka madow iyo midka buluuga iyo ay ku qarnayaa usbuucyada iska qabil lagu dareemay maayo ruuxi ku soo dhawaadan baa dhidid ka dareemay wa kaffinu ku kafna fi yararka cad mawtanku ku idan ka dhinta ku kafna rawahu an-nasai wal hakim wa qala hadithun sahih an al-bara ibn azib radiyallahu amarka ku tira meesha wa amru istihbabi inda ahli al-ilm وصنوا وي واجب معها درك يا ذا شؤون بامركا ايضا اضحرنا يسال لك هذا لابد بهلي كرتو متك عدو روي
قال الصحابي وحول كان رسول الله رسول الله وحوى حق جوقي عتالك مربوعا من دحات بوها مربوعا عتال دحولها ننقاونا ماهي ندير ولا بلوشانا ماهي عتال دحي أيولها ولقد رأيت نبي محمد بن أركي في حلة حمراء اسكو جوق قدودا أما عسقبة اسكو جوق هو مرضي ضد هيدا هوس اللي وحر رجاي يتي كر لا سارنا يلا برضو ضد محمودي مريه بفترة أي من قبل كر لا سارنا من هوس تا أيا اسكو مدام نقول مرة جدودا هي ميت جدودا بنا من قار كور كحد أي من قار كوس وكحد ولا قدر يتو النبي أن أركب برا في حلة اسكو جوق حمراء عص أما جدودا ما رأيت ما أركبر شيئا شيء قط ولي أحسن كون أحسن من رسول الله مرعص ننحلو النبي محمد كقول حسن ولي ما ركبوه إذا مركز النبي قول حلاه سيجيب ولا هي هيبت حتى أسوق عتال لحقها رجع نينك أودر هذا لتشو النبي يقول كدر يلا بوز تري رجع دير والله هم تري صدح متر هذا النبي يقول لتشو أسقى اللي موجون وكدر ياي إيشهم أسقى قبنا يس أسقى ذكر طلب حاي هيبدو إله سيجي يمرع ورب سيجي إذا حوكس الشيخ حديث كان يركع عص أما جدودا إن لحران كرو وحمد ربا نو إنو كيلادو أحاديث تقرن يسدرك عس أمجودا لما حران كرو إنه يكيمد هل حديث كما أصحين برامين كله وأنا مسألة الله قد تعلمه شيخ الإسلام ابن تيمية يا ابن القيم حيليهين أحاديث باكتمد آثار باكتمد شيء جدودنا تختقع إيه وذا جدود كم ميت كأ إن وحبة الرحين ندب كلاوسن الرحين يقول ميت كأ جدود كأسقع إن لحد ما بنان يقوليين حنا بلو واسكو خلافه وحرام بام مسوى حلال مسوى كره عفوا وحسكو خلافه صلاته مكو أصح يسمى مسوى بوري سانين كتو كذا حنا بلو كاسي كتاقيين لكن شغل باني يا جماعة نو كمدو حيليين لم يصح في النهي عن الثوب الأحمر حديث حديث كو أصح مجرو أما كسوغا مرضى قدودا أما عاصح راشد هذا إن لا أذكر يا بي ساسا دمودان يحوك بطن تاي مريها النبي أمد أودي ذي لبع اللو أودي ذي وادرك الدمر كي توتي ركباتنا حيرانا أما وادرك قال ذا مر عصفر لي هرود له وعبد الله عمن عاص صوحر ذي مركز يري سيب مو يلا وكو أمرتنا صوحرات سيب ونبي الله معن قصمية قب ونضافي مريم تو قريب فورنا شد ما يسوق له حطورة النور إذن نبي حكوري إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ركوا قالوا يا عانك كويهين وهي كلعوا ورك الدمر كم حدو شبه يسا لكن مذب أهان وجدود يا عصان أنا بقول حكم الدين حرير نمو شبيدا يشبه در قالوا شبيدا يشبه الدمر در كود وادع كرتا وعن ابي جحيفة وهم من عبد الله السوائي قال حر الصحابة رأيت النبي صبانك صلى الله عليه وسلم بمكة مكة كواركي وهو بالأبطح أسوق الدحدي تشوغا لاقت مكي سودا عيسى دحدي قال هذه وادول بنان ومكدوليت كذا حق من مكة لا هذا وهو بالأبطح أسوق ماشي بطحان والي هذا اللي تعرفه البطحاء وطأته مركو ورنا يفرزدق ودفاعي زي العابدين ماشي كهل الله يوي نبي محمد ومكة تشوغو يان أركي بوري رأيت النبي بمكة وهو بالأبطح ولما مكو حكسي تشوغي ميشا أبطح عليه النيس كي تموح عليه لاتا قاليه هذا الدحدة في قبة تندو له حمراء تندو لغا السمي عفوا في قبة له تندو له نبي كل حجر حمراء عسى مقودان ومن أدم إذين يمقار حول لغا السمي صان حول لغا السمي تندو يكمرا دمريا لغا السمي يقرونشيد مرنا عاق يلاين لون بابا لغا السمي هذا ركتين هذا تينا دينا محمد مالك أو هرسنا يجي إذن حول سان حول على قسمه يجي لولا سامي هذا اللي سكو تل تلو هذا تينا وين بنقونا يا دور نفوقي لا تينا وين بكون نقونا إنسان تودي من أدم أي من جلد بالوجه هذا فخرج بلال باب بحي بوضوء ويسي سب الله صوب بحي ويسي نبي كويس نبي بلال أوكيانه بلال ببيه ويسان نبي أوكيانه تقديم وتأخير بكوتشري نبي كويس يستوي وي بيه من النبي قوي سقاطي ويسد النبي محمد صحابه وكلب بوبين وهرصدين بيه النبي كده هذا نيجي يحبني وكهورنا يجي وكمل ودينا يجي أي صحابه وكلب قاتي فمن ناضح فمنهم صحابه وحاكم ذها ناضح مد حسكوف في الدنيا وننك لقى عن تيس وحق قاتي والنائل مد قالوا بيها هرصدي بقى كم ذا منا ويا عكسيان ناضح وننك بيها نبي محمد كهرصدي نائل كونه
وننكن ننكلو بيها نبي كهر صدي كسي قاتي كسي حانتايستي ننكو حقاري وكقيان كالو قصو قاداني انكاسو اسمرنية بركي سنية ويسيد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ناضح فمنهم من الصحابة وحاكم ذا الناضح من سكسر صيرو قيان كسر قادسي ونائل ومنه حاكم النائل من بيها هلو قارو قعند سؤي قادي رواية كالعجل. فمن لم يصب أخذ من بلل صاحبه ننك أن نبي بيه وحبا كهلين ننك القيان كسو كترن هاي واسمرن هاي. فخرج النبي نبي أبو حسن عليه السلام وقصوا بحيتين مركو ويسقاتي وعليه حلة حمراء أسوي اسكجوك قدودا قبا أما عسقبا مدك قدودا بديق ويك بيدك قرك عسين إلى هذا مد كان بفطان عدين بين الدين بكذا جاية أنا أقول لك إن عدين أو عض ويحي قدودا بديق ويكنا وقدودي هاي بند أنا وعسي أنا ولا إذا ذات كأني واحد مدبر السحاب وأنظر هنا إيجيو إلى بيال ساقيه ربما نفع عدين تودي ممكن نبي ويسقاتي مرات كورس كقاي لودن كيسي كوب كيسي عدين كيسنا فيرني. فتوضأ نبي ويسقاتي وأذن بلال فتوضأ ومؤخر تقديم تأخير بكجرا إذن شيء. فمن نائل تاسي قدال لقية آيت لكن وحاوي تقديم تأخير بيراوغ السمعين نبي مركو ويسقاتي أي فمنهم من الصحابة ناضح ومنهم نائل منهم نائل بلال لو آذن فجعلت وحان قدق لي بأتطبع منها راعيه راعيه فهو افكيسي ها هنا وها هنا حي على الصلاه يا حي على الفرح مركو ولاي وحقي يا حقي ايجي بنفك الله عياه ورقم بيسكتا روح مركو هالله يا دون ادغي زنيس اما ودواقي يا دون ادغي زنيس ادوح في شيء ابكتو سدو افكلي بطاش هذول اسكرنين هذول راعي اركي سو افكي لقى اللوعي ولتاغي مركو عوري فجعلت وحان قدقاي أتطبع من أن راعي فهو أفكسي ها هنا حق مدكتي وها هنا حق بدعت أبو الراعي يقول وحوجي وها هنا وها هنا وحوجي يقول يمينا وشمالا بدح يمدك أن الراعي حتى مقام حولي حي على الصلاة والصلاة أوكالي حي على الفلح اللي بانت أوكالي قوشة ثم ركزت وحلق وتنشل لمدي له النبي محل لمدي عنزة تكي أم أبي ورا يروي وشيرك يملعي وحاي سبحان يدي اللي سكفدله دقال وحكم قبطه ثم ركز وحان النبي لو قتمي له اسق عنز اول يربا لو قتمي حربدو ايدو ايبا وح لو دلو وي ورنكي عاوسا ميل ورن لا غاري وي با لو هلغادا تا حربا ليدها عنزدو وا اول عادي او افكور بر لو سميي ومرجنكين سوما قرنيسا وا اول دير او قلي ودا قان جري تي فرقه لك ما هلايت وشق مريت بان كهلايا او افكم لو غري بر مرجون وي فتقدم نبي سترة لوغا دغيا نبي ان لا هرمر لا ديدان ياهي سترة اوغا دغيا فتقدم نبي هو دقاقي هرمر المسلمين تكو هرمر ايغون وا دبا سفتين فصلى وقت كدي يمر اسوغ عمر بين يديها هرتي سحمر الكلب اي يوال حمار الضمير لا يمنع ان لديدين ما يلي سترة حق كمريان قبات النبي او دغتي وش لو قتن شي ورن يرا اما مرجين كي حق كمريان كما سو كمريان رواية كلا عديسي يمر بين يدي العنزة هرتي دوي بين يدي العنزة مرشنك أما تكيك هرتي سو متفق عليه تنبحو كان سدي تندق قدودا بو النبي قد استي أو هرسني قدود كادي لسو دي دي كانوا النبي قد جوكي جن لها وي وحوك لو كياني حل حمراء النبي قد نقبي اسكو جوك قدودا نقو قبي أي أنه كياني العنزة توحوي بفتح النون نحو العكازة وأشل عسكذا أما مرشوه كلوه. وعن أبي رمزة رفاعة التيمي رضي الله تعالى عنه قال حول صحابك رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد بن أركيو وعليه ثوبان أخضران سوى الله من برو عقارا قبا روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح ترجمته وصوشك أدلة ودن بوشيخ أرونية يو قدن بين صومر يو عقارا نمرينا أيوة عد عد مر عدنا وقصها الله حديث ذو واكيني. وعن جابر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة نبي محمد باق ليمانكم مكفرتي وعليه عمامة سوداء أسوى عمامة مذو قبة نبي محمد باق ليمكو يوم فتح مكة سنة كسيدة هجرة يوم النصر الفتح المبين وعليه عمامة سوداء عماد مذوبة أنا بقول ضبنيت
مالك أيضا رواه مسلم إذا درك مدون والله حرنك راوي وواحد من مالها نبي عمال عضنا واحد دي من مدون واحد دي وليه مدوه كيرا مالك أسو إيمان مدورة أيوم بالغو أركي عدينك أبطنا حماد دينو مركا كوفيدر انتو غوستا مريو وكدو الحدانة ويدعي جرتي إنو كوفيد كلغة حدانة ويدعي جرتي حماد كلغة إنو ضوبتانة ويدعي جرتي عماد نحن وضوبنا ينا وعماد نبع لقضوبة هذا أنا هريت كوس لقى صمرين أي وسأله ورجن يعيد ما ينباشن أنت بس اللي تاجع هاي باشن أنت بس اللي قضوبة ين قرك اللي صمرين ينن اللي فقرية ده هوس أن لقيت شيء ده ينن هذا أنت عندها يا جفور كي عندها سو تاجع ينن حلو واحد هو بدعه عماد بل ما يده هذا العمة عند العرب وإن مدح لغضوه حنق إيو لفقر يدن هوسان لغصو قبطو سال لغورج وعماد ويده رايحين جرين سداسة إيهايد سيد كين عبد الحسن إيو حريه كدن به إيو حرته ولمدوه إيو قليه حزب الله اللي إحنا يأفرت إيو ساسة إيو حرين جرين باش هولوها نطنبيل لغضوه إيو هندي من نوغة تمي وحقين قوارقنا حمر بيشوق جرين ويكدن عسن جرين بمباس يفدين لاما يفدين بمب kismaayo joogan xeebo hordan markii baraa way daadsanaayeen waxa gaas idinka yimaatay Soomaalidu hore sidaas ay u duuban jiray xataa reemiyigood darawish dib u fiiriya sawiraha laga hayo dib u eega waa duumay macalgarka waa sida ay u duubtaan nimanka tawaariqda la yidhaahday maali iyo jiray sheeg afrikada oo qoyi jira Soomaalida arag ya Niger ya maali way joogan Senegal xataa way joogan ya Sudan say u duubtaan ماذا حبس يكود ضبطان عيقا آفدا بايقا كيانا رمين عيقا ولا بتكود بالوين والله وضع ايو دور مترين ماذا حكب بحيات ما كما عراك إنه هو صوم مريا تاسو عماد الله قهر الله رواه مسلم وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه قال صحابك وحوري كأني وحد مدى أنظر إنا إيقا إلى رسول رسولك هدى إنه كوهي هدى عن حديثك إدين شيقي نبقى إنه كوهي هدى مدى وعليه عمامة سوداء أسوي عمامات جدود عمامات مدوقبة قد أرخى أورا رعشي أولا لا شيء طرفيها لبدا فيدوت بين كتفيه لبدا قرب لحظة هذا القاز وكفي دي لبدا فيدوت كسمين جري هل في يده مسو أرورين مسو أرورين رواية كوي مدنا ومؤولة عند أهل العلم لبو أسمين جري وهذا ما يحدث كان الأولين هل لو يجرتا المهم مدح باشا لقضوا مدنا هو قتن عمامات ما يضو مدن لها قوتي فيدا الله سمي يسال لو جيد هي اذا كتمت الخليج عوض معها عند العرب لا لغة ولا عرفا وهاقو قشو قناع يتقنع بالليل هذا العمة ومن اللف شيء وان الضوء مدح لقوري شيء عمام الليل هذا مردتها قوتان قبلها قوتين بلمتين وحجابك الرقعون جلباب كيوي تا اوغادا يعني سكو خالدين أفداس نوحا كنتي وهابيا كنتي أفداس وعماد اللي هقوغان أي حقي كتمت باش والا دوبان شري كوي هادا كوي والا دوبان شري هادا ناقا نقود إذن أيقون وهقوغان هيا هقوغ تالي چوچي مدى حالة دوبتو إن كان دوبان كرينا سيدا أنا وكرانا مدى حون حق ليو مدى حقاوان لما تشعلو نكو دو علمية مطالب علمية مدى حقاوان ما في عنو سلف كوان نعبان شرين سكا إلالي يا محايلي بدار بكين يسمي الليل بدار تهضب وحول الله مريا بتشري محادي بتشر كوفيد نقول علابتنا مري عليه اسم الله قد أرخى سكر راعي طرفيها لو في ضد بكل الراعي النبي بين كتفيه لو قرب سلكو حديث كان شو سلام ابن تيمية تأول بصارة أدو قيام بدر وحيد هذا نبي محمد واجهوري عادوا وندو بنشري لفقرية دروا كوقا بنشري لكن labada saymood ee garbaha laga ridaayo muusan u sameyn jirin habeenkii nabigu u riyooday ee ilaahay subxanahu wa ta'ala maram uu ku arkay ee la yiri ya rasuul ya muhammad fiima yaqtasimu al-mal'u al-a'la malaa'iktu dood ba ka socoto misale isku hayaane malaa'iktu maxay maanta ka doodayaan ba nabiga la weydiyay markaas uu rabbi uu garan mahayo ee ii sheeg إلهي بس سبحانه وتعالى قعنت نبغى قربها سلكوا ذكى قد رفتي ساء صاري مركز كشف عن نبغى لقى قاضي وحلو سكها يودن علم ما بين السماء والأرض بالله فري
واجي كبريي عماد النبي قدوبتي في ذي هذي بلال هذه أسوأ كل دورة يقول إلنا إياه ماشى ربي كتبت إنا بني آدم وقاعد سأيش قارن وكو قرنية معناها دقيق إمامك الشيخة شواهد بنو كنز ذي ابن قيم لو كنت تاجري وأدنى وحيد النجد ذي هوش من الأول كه إنها عديت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيد لي كفنا رسول الله رسول كلاه وحلو كفنا في ثلاث أثواب بيض صدح مروع عض عضبا النبي لو كفنا سحولية تولد السحول إلى الله كان وتولي من كنت الله حاجة كونفريد بركة لقوس من شري من كرسف أو عضبة عضبة صوف كان عادي تقارنا صدح مروع عض عض أو يمن لقى كان أو يمن لقوس من أو عضبة أو رجل حول أهين أيها النبي لقوس كفنا هو ليس فيها أن سكجر قميص قميص إشار إيه ولا عمامة صدح بضوضة دار بنابي لقوس كفنا هو متفق عليه. السحولية بفتح السين وضمها سحولية هي سحولية ليلى ذبا المهملتين لبدح عفوا بفتح السين وضمها هي وضم الحاء المهملتين حدا لقوده اللي ان هذا يسين كبايون ومرب عيسنه لما حركينه ثياب روي تنصب الله عن الى سحول بالله عن اياه قرية بليم ونتولي مغالا يمن قطع الله والكرسفون القطن وصفك عد بقويه حكر بشيخه حتى إن لما مروا دار دير نبي قال لوكم نقعد عد نبي قال دون نولانا عدين كاسو قادن شري أو جعلها هدود انتنا ولوكم نيوي إلا نبي قال لوكم نمسلمين تا دارك عاد لوكم ني هدي در على واي كل بك فنك لميد مدو مد عقارة قصب معها وانصنة وانصنة وفي عنتا واجب معها. وعنها هو يدا وحال قوي رضي الله تعالى قال انا يجري بحث قال دير كجرا جناز بين كواردون نبي قال صدح لوددا دار من لوغو دار قميص يا عمامت يا سروال من لوغو دار مسمايا جنايز بينك غاري دونا ان شاء الله حكون هذا مشكور من. وعن عائشه وحا لغا وري قال خرج رسول الله رسول الله باب حي ذات غدات ارور ارورها كمدا وعليه مرط اسغو دد قبا مرحل لا حرحر دي ام لا شرحي ومن شعر اسود تممد ولا سميه مر دير او دد اه او لوغو شرحه لوغو حردي كور إيو جيلة كبالذي سي مرحل كوا رحل كي جيلة كبالذي إيو دكتي إيو كبدي يوحب على القصة وري كاسا مرحل ليدي نبي قاسو بحي أرور أرور وعليه مرط وعليه كساء وي مرط قوا ردة أما مرضة وين قو أهانتي هوسن لقو حران كورو كورن الله سارن كورو قو أوين مرنا وال لقونت ذا مرنا وال هو ذا مرحل لحرار دي أو صور لقو سمي آدمو دو كوريه أما كبالذي جيله كلي أما كوريه فرده من شعر أسود تمام دون لجسم رواه مسلم. إذن مرم دون نبي واحد هوي عماد بطلان مرتين جو مدون ونبي واحد جريئه هو سكنت مدون وقادن جريئه مد بلين أو هل مذهب إيو مد لحرده وشرح لبنا نبي واحد يبال يكبر الإمام المرط بكسر الميم هو وهو كساء وقوي ومروي بلوتشي ذا والمرحلون بالحاء المهمله حان دبعين لا اخريه هو الذي فيه صوره الرحاء الابلي وشيء لو صور لو دغاي موقال كي جيل جبل كيسي هيريديسي وهي رحاء الابل كنا الاكوار وكوره يا كبالده كبال عفوا اذا انت ابو حوجه ذا شيخ درك انت نعودون ما نقضي مرات حرير اهين وابنائي أسوكم باكلا في عن كلا فضي بدن موين كل جوا بنا حارون إجا إلى لي بجوق كود. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنها وحمرك والله لقاه الله يا حقة مذبك يا نوع يا مش لقاه سين بلقاه الله يا مرضو هم ذبات ها عداتو لبا شرط بال ربعين إلى ذاي شرط الكوبات وإن إنسان خفيف زائد أهين أو شفاف أو عورة لقد عركيه مرغودان عاص مدو عقار جاله واحد انت خيرو خارنا ايغا يلالي لكن مرض وين اي قرا له دهي او مركا تاغنت هي فيره هادي iyo xubinkaade taranki awradan laga dhaxarkayn mar khafif la marab shardi way hadii kale waad qaawantahay kabiira meel kabaair baad ku jirtaa wa qodob kalabaad wa inaysan kugu dhageenayn oo in xubnahaade iyo awrada sawireynin قبلها هذا يسوي حدا حجاب يدار كل دكان والله دق على ميسان والناك تنقاون إيجا ورمح عي وعنا قبت إنا لله بضايزان
idinkuna waxaad soo xidhnaysaan sarwaallo idinku dhegan oo futadiinni yuucahaya oo xiniyihiin aad booda dabangeel bahaliisa bannaanka soo dhigaaya. Runta lasu sheege mamnuuc waa xaaraan, iska ilaaliya. Wixii xudunta ka hoosay ilaa jilbaha mara idinku dhegan ma xidhan kartaan. Ninkii mare ku dhegan oo dabadiisii iyo barhihiisii iyo xubinkiisa taranka sawiriya xidha wuu qaawan yahay, salaadna kama asaxayso. Hawsha ogaada maxaadir cabdullah sarwaal dhacahayo dabadu muuqato bay xidhaan buu leeyahay. Ninkaa iga daadi, ninkaa kale jeexiisu muuqda asagoo iga daa kii inuu qariiban ka hadlahaya. Hawsha iska ilaaliya wadaadow, nimankiina duqeyda is ilaaliya. Maradu waa inaysa idinku dhegganayn. Mara idinku dhegan oo baryihiinni iyo dabadiinni iyo horaadkiinniba sawiraysa cawra ma asturto, dharna ma qabtaan, waad qaawantihiin. Muslimiinta dambaajinaysaan oo gabdhaha dambaajinaysaan iska ilaaliya. Sarwaalku haddaad sarwaal xidhanaysaan iska baday, wuu dhib badan yahay bahal hulf oo fadfaada xidha. Waa anigu sarwaalka xidhan jiray meel aan ka tulan jiray baa jirta, soo ma garanaysaa. Nin islii harqaanlaha baan u tegi jiray sarwaal qumam oo macawis eg baan ka tulan jiray. Markaan u tagno waaga dambaytuuna bartay anagoo kooxay, wuxuu dhihi jiray maxaa idin tolaa sarwaalka caadiga ahaa, mise sarwaal ya salaam calayk baa idin tolaa. Sarwaal ya salaam calayk nootol baan dhihi jiray. Bahal hulf oo markaad fadhiisato inaad macawis qabta la moodahayo, haddaad istaagtana aan waxba la sawirayno waxba lagaa qaaday ninba iyo qiyaan badan buu ahaa. Baalka idinku dhegan waa xoolo shaydaan, waa dhar reer galbeed, waa dhar gaalo, waa dhar faranji, dhar soomaaliyeed ma aha. Hawsha ku baraaruga ma diideen, qamiisiina iska wata, macawistiina ku laabta. Adduunka nimandu wuxuu doonu xidhaaya, maxaa idin dhibay idinku? Kuwa calooshooda bannaanta in la joogkeenya oo ku xaragoraya idinku, maxaa dhaqankiina idinku duray oo idinka dhigahaya raac aad iyo goor? Kabihiina kooyaha iyo macawistiina iyo shaalkiina isku taagaya bakooradiina yaa idinku haysta? Kaba iyo laskuma xidha macawis, yaa kugu yidhi? Ii sheeg, yaa kugu yidhi? Waxaa waaska sheeko yaa kugu yidhaahdee? Maabad dhaqan ka jira maaha, dhaqanku yaa dhaqan, yaa naga badan annaga dhaqan waxba ka jirin wey. Yaa dhaqankiina ilaaliya. Bahalkan futada ku dhagahaya ee targalka ah salaad kuma asaxayso, cawrana ma asturahayo, fariinta haydan gaadho. Hadda korna waan ka hadlay masalada ayada. Wa can al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu qaal kuntu maca rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam, rasuulka ilaahi baan la socday, daata laylatin, habeen habeenaha ka mid a, fii masiirin socdaal, masiirku ama masdar baad ka dhigi ama daraf baad ka dhigaysa oo wadadii la qaadahayay ah, fii masiirin طريق الطريق الذي يصار فيه والد مصيرك ووضد قدق هذا يطبط هذا يزوال إلى هذا فلك أو صعود كذا أنا والد إلى هذا في مصير أي في طريق أو كلوي أما في مصير صعودال بانكو نبي قابين كل شيء. كنت مع رسول الله كيف أن لسعود ذات الليلة تابيها بأنها كميدة في مصير صعودال وصفر كتابو كوي سيد الراجحة وإن صومر حديث وأنا إمان دون أمرك له موطو مالك بان سيد أو عدي. فقال لي نبي وحيو يجري أمعك ما بيا ما هيسا مغيرو بيا ما هيسا. فقلت نعم بأن نبي الله وهابي أدكو يستواهي لها. فنزل النبي وكدك عن راحلة قائد كيسا شيسي بكدك فمشى واسعوده وإيقال هودك ودورك آذي نبي وحشون تري حتى توارى ما كرتك دوين ما كرتك دولة ما أقول وانا تفقاتوه دي ميجي اللي تشوقه هدي مقالي اللي تشوقنا مسخلا في عن أو سيف عن لورد سي أو شنقدر لقم مقلين وإن يطاي والباب في عن ايو استر الله سمي باش اللي سدغيزن ايو لما ربو حتى تورى الى النبي كل ابن في سواد الليل هبينك مقدغيسي مدوغيسي نبي ويغل ابن ثم جاء وايم ونبي سو دنا كدي واسو استجيست كدبنا ويسو سو دونت ثم جاء النبي وايم فافرغت عليه نبي كان بيه اوغ شوبي ميل يداوتي وبويسودكي ويلكي ويسد بيه بان نبي غانت اوغ شوبي يداوت وا ويلكا بيها لغو شبتي براشد وبضي وحنو عاس.
فغسل وجه وجهي سيما النبي ما يرى بركيسنا وعليه جبة من صوف وحون قبي كورد لغا سمي دغورت خولها وعليه جبة كورد اما جبة بو قبي جبة واتقانان من صوف لغا سمي فلم يستطع النبي ما اودن ان يخرج انه صار بخيو ذراعير دمديس منها من الجبة انه كسو بخيو inu kasoo bixiyo nabigu intuu dib u jiido jubadii gacanteeda halka uu geeyo kadibna intan u dhaqo waa awoodo waay marka xaq uu siibay gacanteeda ka kala baxay ba ayada dhanayd hatta akhrajahuma ila ula bad gacmood ka saaray suubanuhu min asfali jubbati jubadii xaqeeda dambe gudu dib u bixiyay hadu markay ashaarku kugu adkaado kale dib baa loo sii wada aragteed markay umar adkor halkan ay yar weyntaa ama dhudhunkaadu weyn yahay marin weydo dib baa loo bixiyaa sidii uu nabigu sameeyay فغسل ذراعيه لو دنب نبي ميداي ومسح براسه مدخنا ومسحي ثم اهويت وحن اوهبتن افورسدي لان وان فورسدي بر لان زعينا نسيب درت خفي لبد خف نبي ان كسيب لبد خف او قبا نبي دعين ان كسيب سو ادمد لوه او دقه نبي ميدو فقال دعهما ده لبد خف سيبني فاني ادخلتهما وحان غليي لبد خف وحان غليي لوها غليي طاهره ايغو طاهره labada lugood oo taahir ayaan galiye kale xawo fa inni adkhaltuhuma waxaan labada lugood galiye labadan qof wuma taahiratayn ayu taahira ida faraha ka qad wa masaha alayhi makasu nabiy wa masaha alayhi muttafaqun alayhi wa fi riwayati wa hakimat wa alayhi jubbatun shamiyya nabiy wuxuu qaba jubbad laga keenay sham shamna markay reer run ba ka talinay shamna markay ayada reer run ba ka talinayay dayiqatul kumayn labada cuma cumood xiriiri ag meeshan afka afkooda adka ay ciidi aha gacanta meesha la qabtay gliska lagu xiray kumka la yiraahdo ayaa aad iyo aad ciidi waa sadarta nabi gadaal u siibay wa fi riwayat in hadhihi alqadiyya kana wahid fi ghazwa tabuk hawshan wahid dhacday duulanka tabuk sanadka 9 hijrada mooto malik bin sada ku timid waxa marka ku jiray wadaada sheegan xadiidku waxa laga qadanay bay yiraahdeen oo ku jira baxsi fi qiyaadu qiyam badan ahe waxa ku jiray ilaahdeen dharka laga keeno wadamada gaalada ila aad hubsato waxa laga sameeyay xumaan si aad hubsato waxba la daba gali maayo waa iska xiran ma baxti bay ka soo sameeyeen ma nijaas bay ka sameeyeen waxba daba gali maayo nabigu kaleey salaatu wasalaam shaam marka ayada ah nasaara ka talinaysay majuusna way joogeen dhar laga sameeyo dhogor xoolo oo dhici karto neefka dhogortiisu neef baqti aanu ahaa oo la gowracin ama si khaldan ba loo gowracay ayaa dhowrtiisa baa laga sameeyay dhici karta in laga sameeyo wa maca dalika nabigu ma daba gelin waaxid waa isticmaalay muslimiintuna sidaasay ahaayeen marka asal bay maalikay ka dhigtaan ah dharka laga keeno dhulka gaalada idan markaad uu ka warqabin wixii laga sameeyay manijaas buu ahaa musuxumaan bay ku sameeyeen inuu wanaagsan u daa ilaa aad ka hubsanayso xumaantiisa taas ay markay u dareysana waxa kale oo ku jira baxsi fi qasna dib badano wa huma taahiratayn walagu dagaalama shafiiciyo iyo maalikiyo iyo xanaabila waxay leeyihiin markaad khufka masaxanayso waxaa shardi ah lugta midig baad dhaqaysa waad gelinaysa haddana lugta bidix baad dhaqaysa waad gelinaysa wixii markaa ka dambeeya umbaad masaxan kartaa markaa ma masaxan kartid ama lugtan bidix markaa dhaqdo waad u kaadinaysa haddana bidixii dhaqi waad markaa bidixii midigti isku mar dhaqdaa labada qof gelinaysa markaa kadib baad masaxan doontaa yaa masaxan kartaa laakiin waxay dhahayn lugahoon midigta gooni oo loo dhaqay qof laguma jufi mahayo markaad midigta dhaqdo u kaadi bidixda raaci markay wada dhaqmaan markaas labada qof gelinaysa labada qof baan galiye lugaha labada lugood oo daahira waxaa la oran karaa markay dhaqida midig iyo bidix israacaan bay yidhaahdeen hadii laakiin midigti aad dhaqday ood geliso haddana bidixda aad dhaqdo ood geliso ma masaxan kartid maalikiyi yidhaahdeen xanaabile shaafici ood garanaysa laakiin xanafiyada ku khilaafay abu thawr baa ku khilaafsan muzani baa ku khilaafay daahiriya ku khilaaftay waxaana moodaa hawsha in wadaadaha saddexda lagaga xoog badan yahay حلوه مثلا لنا دير لها او هدي مخا 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 دحي كره يدهدين او سيندي كره شبعي دنا دد رتنا تصحدو خوفك با تسيبس خوفك ميدك تاد جلي سيبات سيبي
ولا سوقي بيع دقي ما كانت بيع دقي هل مره قال ليس ميدكتنا وا كنت في بيعنا كنت فيس مركز دار كو توسيس وحسابا الهي انا شيغ رسول الله شيغ سلفنا ايسن شيغ واس رسول الله دغال كتاغن ياهي انا اسكا تاغن باب استحباب القميص قميص كان الا جعل يحرى شديس او كفعني وحيابها كلي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله رمتك اللي قلت عليها النبي أكتيس وحوها القميص وكأسترة بني هاي وكأسترة كوري وصبه وكوا أسترة هيا ضبيش كاف في يد ميسو ميلو قدو يحلقا عرك مهاي كل ذو كوان أكسية لن كان مكا لقفيري لكن إذا دو حيليين قميص نحو حرنجري كينا معها نبي محمد صحابة القميصي حين جرى القميصي يكون دهين ويكون دجال لما هين ويكون بود هين وفرض فل ما يكون جل هين وكل الدفول هاي مد كان وهو كن دبر بده كان ما بدأ قا كرتيد لو كره ما قال كرت ما ورد كرتيد فرس كدة هاي الله مسعون كريم بقى ومحان زمان فانتح بولها بعدين فانتح ماجن رجع شح بدع ذاي ولقط فرها هي ما يكن باكستان اي خدام بو هاي هنديه لا كان وداو ميل بكو دوف نمل ميل بكو دغال لبا هي دبك جراده وها وي قميصك لا شيغي با عند العرب هذا القميص هو شارك خليج كما تقطا قميص وحلو يقنا شارك شارك يا قميص يجد هذا كان دير شلو غانا وحي او يقانا ثوب ثوب مر يد هذا با مركه قميصك لا شيغي با امو شار انا بو شار بخرن جير لو جيدا سمعت دي قميص لكن مقاشو محاي سوى دي قنيس شلو كان قمون بي سوى دي قنيس الله سعوده ورميشو كنش روي روى ابو داود والترمذ وقال حديث حسن سيدا الراجحة كان هذا الدير انه شلو قاينو دهانين قميص كأونا قانو ايا حلق النبي محمد قميص لأورن شري عرفك با اسبدلي يا افكي واحد ما انتكوها عشان ويلشو نما قران دونان اذن كنا او ياشين افكو دي قران ميسا قبيضة هذا قوام بالحري الرجوع واسي هذا دقي ست يمعان كر هذا يسيد كي وحير بات كفامي وحنا وحد مجيده أي وضع معه أفكار دم باتري ولا تسوبي حروت نسق أفمتين كو أيق وصم يستن وآفاء وإسليل لقصة من يجي بيكو هلا هي أف مشكلة أو دور يتمنع دور يتمنع لقوا كجرا أو ما حقول نكون ترتو يوحد شغل كله بيكو هلا هي باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهية من غير خيلاء وحبابي هاي صفة طول القميص قميص كأذ حين يسدر كيس انتين لقين إياه إي والكم عما عمت قعنت انتين نقون يسدر كيذو يقابني ديذو إي والإزار هو سكنت وحد هو سكحر انسروال هنقض قميص هنقض مع وسنقض توصل انتين لقين إساء وطرف العمامة في عمامة في يد هلك أتكتوريس قربها أتكتوريس النبي يقول سمنتري هل كل جارسين يا وتحريم إسبال شيء شيء أنت كمد عمامة يهوز جنتي يقعن يقميص شيء كمد إن أنا لراري إن كانوا لدافين كان حد كيسي إسبال شيء شيء راري عندنا وحرام يا من ذلك كمد على سبيل الخيالة حركة ترتيب عمامة ده يريس برشوف كمد كيس في يد هذه فريق كانت قميص قال كاسابت كيسيبا اصق عربها كيسي سروالكي وبد كيس تاغي سابا وحاسن ايسن بناني يا وكراهتي ان لكو اسبالك من غير خيالا انت ضمبئ وكراهتي من غير خيالا نو لو وافق ماي ادلدو كان سنه وي كديدي دونان ادلدو كان وي كديدي دونان داي اسبالكو اما كبر ويال اما كبر هو يينا وا حاران إسبال لواء معي شيء والبوحي حد كسي لدافيو سروالك يا معاويست يا قميصك أنقوغا إلا لدافي نوي أنقوغا وذيك بويست كران كرتا ماشي يا صبطة قانان معاك هذا يا قوب قوب يدا قوب مسعون هاي قوب ما نمو الدميران ماشي هو هيا عن أسماء بنت أبو بكر عن أسماء بنت يزيد الأنصاري رضي الله تعالى قال وحيت لي قبر داسي كان كم قميص رسول الله رسولك إلهي قميصك سجعنتيسو إلى الرزق عم عمت جاريتري هل كعم عمت سعد أنك قبوا يمن تري ويمشن كران كرتن هل جعنتو كلا بتو أيال صع ما عمل بيدا كلا جويس كاس كفك
صعبك يكون بحان دونك. روى أبو داود وقال حديث حسن رزق كاوي صادنا والله أخي أدم له إذا وإن الله في نوي هذا شار حيرنا يسيه هذا فرات قام ديرا حيرنا يسيه هذا قميص حيرنا بحال كه هذا في نوي وحين تقبل دوالوي وحقاقه رنا يا شاي وحقاقه رنا يا ميسكي وحقاقه رنا يا عنتي وأطرف هذا يسا ما نقول حسن هذه إذا هل كائن الله دافي أما كبر دافي أما كسر دافي وحاران وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من جر روحي تشيدو ديريا ثوب مرديسة خيالاك حرق درتي واحتراز إن مرضو كادر فزع درتي أما النسيان بلغ احترازية خيالا قيد معها لقو قيد أيه حرقي كبر يكبر الآن خيالا كبر ياكل سعاي شريعة شيء مناط لفهمها أو ظاهرة أو منضبطة حكم كحدا نقول بين تور ديريس يهدو كدي أنوكو كبير أقامل تشيهدو هاي معاكو تشيهد ها إيشك خيالا كبير هذا ما هو حرقوه محوك اعتراء النبي نينك انتو هلماما معاوستو قدع لسون أقاي سروال كبا هوسو دعاي سون كبا كادب عاي أرقاق حباكو كعوية معاوستو كحرات المركز شوالها تكتاي إن لو قسونا بك الله من جر ثوبه خيالا نينك مرديس كس أتشيهدو قدير خيالا حرق درتي لم ينظر الله إليه يوم القيامة إلهي ما إيقا مالك قيامة من الصعيق إلنا حريص ربكم إيقاوي إلعروا ربكم إيقا يا عذاب فقال أبو بكر الصديق وحوري يا رسول الله إن هذا قيام بضنب وهذا حريص بضنب وهذا سؤال لي إن إزاري مع وستد النبي الله يسترقي وإقرها رعصمه هو سبو يردقى إلا أنا تعاهده إن أنا كور قبؤون إشكوها يوم فاتح فاتح وضعون كور قبؤون مويين أبو بكر نين ديرو دوغان بوها هيبنا عن الله هي روح نو عاصا مركو ومعاوستا حدو وعبار سعودا ويد دقيسا قليل إن حيوو شنقورتا له حيوو ديقا له أيا معاوستا ملو قبطا وهيلب كأي قبان أو أي هوشا تابانيس لكن روح اللفصو عنه باش سوى دعين وصنك عليا مويه وانا فوري ودبر كيسو فور باكو تشري سيدنا أبو بكر الصديق أحد أبوها أحد أبو الظهر يبان لجدا ذا تذكر دابر كل سوير قدوني أيوها إن طوس أبو حين أساس ويرأها مركو يكدع تسلم عوستو إن إزاري مع وستد يسترقي وافر رع صداي هوسبو آذاوي إلا أنا تعاهد وإن أن كور قبون عليا موي فقالوا رسول الله إنك لست ممن يفعل خيالا أدوه متيد قوليها مع وستو أدري يحرقو الظروف بعده هو كلفته رمعوا هذه يا درك هذه هي دبك هذه كينية يصير ربك هو أبو ريبا سيدا دبك كي يبدأ أي واحد قصي يسمى هوي إنك أذوق الله استمتيد ممن دولك يفعله إسبالك معوستو أدرية خيلاء حرقية قصد درته رواه البخاري وروا مسلم بعضه عفوا مسلم بركيب وريي خيلاء وحل قول وحديث يسوفيون كأفو ذي إصلاح يا أخوان قباب بعيني حديث كلا فسير الدونت intay macawisti israali dhulka geeyaan oo kabta kulay istaagaan iyo korna imaanay annagu qiyaalo ma sameeyeen maadu qiyaalo waa maxay waa xarago waa xarago dhudunka bartankiisa sheega geeyso ma diiday an qawa ha dhaafinin isdratul mu'mini ila nisbi saaqi sunnadu waxa weeye qamiskaadu macawista surwaalkaadu dhudunkada bartankiisa waa sunno waxa ku banaan iyadoon karaa ku jirin wax dhib lahayn inada an qawa dhaafinin أنقوا إنه طاب تلما يقول أوف فلو أنقوا إنه كتر هذا أما كقريه أنقوا سوما قرن إسم وماشى القرآن كرتا كعب كلا يدادو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبيه لا ينظر الله يوم القيامة مالك قيام إله ما إجو ما ألف نحريزكم ما فيريو إلى من دول جرة شيء ذي إزاره معويسي سبطرا حرقوا إيو يتمشلين متفق عليه وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين وركوا الودم وحي لبعض أن قوكه وسيء وما الإزار السروال يمعوس يقميس ففي النار النار بوجليا لبدا أدم بنار لوجل هياوي معوس الدم بيد مجل نينك جيي هل كجيي من شمها نار لوجل هيا رواه البخاري وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عين صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة صدح لا يكلمهم الله يوم القيامة صدح إله إلا ما هذا مالك آخر
ولا ينظر إليهم من أيغو إلنا حريستكم وفيريو ولا يزكيهم دنبي وذن مرضاف ومضهيرو ولهم عذاب أليم عذاب لحاوية كلين إليه قال حول السحابي فقرأ رسول الله رسول كلها كعلي حديثك ثلاثا مرار صدح قرب كعلي قال أبو ذر حول السحابي حديثك النبي كم قال هاي خابوا والديقين وخسر النبي الله وخسر خابوا وهوقين وخسروا وانا خسارين من هم يا رسول الله نبي الله وكوما صدح ذا إلهي وسن إيغين إلنا حريسين ووسن لها اللينين ودنب وسن ودافينين عذاب قبنا إسكال وكوما نبي قال حر المصبل وانك معاوستي استروالك قميص كديرية خيالا الله ومده المصبل قستن بالوجه والمنان ننك قلت شيغات كبدن هبل بانكن سي هبل بانكن تري كانن قبت كان وحي مسكين كي وحسي اوفان هي اي شيغانيا اي انتي رد كو بارناي المنان ننك قلت شيغات ابال شيغات كبدن كو عن شيرد ما لا انت كو شيغار هي كوب كشامل وعبي كو شيغاني افو وانك سوالي لا يدي نمبو اي قراوين بوا سو مرتي ورميا سو ما مغالك يمد دكان بو مغالا كلها مركني المدرين بو هابين تمبرتين بو وان وقالي مركز سركي ولو ريرك كور النبض حقيقة دقان يهي ماشي واقع ان وانك كو وقالي اكتيدا ماشي قرد كيدا ماشي كورك كيدا ماشي وانك كو هوستيد كما رمى دبا وربع وانك باس النماري نهاري نمحوها احراد ان كل بحقا كردك حقا كردك وانك انشيكا ما قدام انتو سكو يري يقولون صوكا ديبا ون الله وسيي من وجو راي مركو ديبل ورسي حكا جوكتان ماشي لوضو كوسيي من نظر انت من نظر قاتي باقي دعوني وبس مرضى مو نقول معي انا لوضو ونشوش انا حريد ونشوش هيا مركا هذا ساين كوسا وبا هم باكرا والمنان مثل قال الشيخ كبرا هو المنفق كبحية سلعة سعثي عفر والمنفق والمنفق والله آخر ياي والمنفق من نفق من أنفق بالله كلا صار هي والمنفق مثك السعثي سلعة بذعديس بالحلف الكاذب الأربعين أقول كسعثي والله أنت سيقول فديا والله وخسارة قضية والله وحبيبه متشره والله وكيود دمبي والله بخارك وإبر قالوا كتك ينقرد من دقون عالف مال دمبي مقر كتك بقوله دار بكو كبايا محابر داكو حنري رزقر هذا وإلهك سوق لي علف بيلي هذا محاط رب بين أقول دارن صدح ذاوي مصبل يا منان يا إلهي نم بين أقول دار تحن يرو الدنيا بحين تري سعتين تين وفي رواية له رواه مسلم بوره وفي رواية له المصبل إزارة مصبل كحوي كبر بكاء دويا هاي منان كنا أضم ذي بقور سنة يا واسنا كبر بكتيرة لبضو بكبر كبر بيعيد لبضو هوري المصبل حرقت كبر بكتيرة وحم مراد يا معاوز تعربها وقيني يقول شوك سن هيو يا قوب هذا الله اركد وحم بوضنين يا كبر باي وكان منان كنا وحم كبر وقرصان يا مسكين وحسيي يوز كلا سريا سن كو تاغيا نينك كلنا الله قرص دايبا سبحانه وتعالى الهي مجعيسي اسم كيسي وبان اوكو دارتي ولي باسوكو بكيري يا قد معان كورا يا كوبوين يا قصع يا ايبيني وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حول الإسبال إسبال قحو قلا مرال الرارعيو لقو عذاب منطوحي قشا في الإزاري هوس قنتك معاوستا والقميس قميس كالحداي قشا والعمامة تبي قشا سروالكونا كباس يدران ومحاقي قلت سروالك إزارك وكميدة ويحي وصل قحو دا إزار ليد هذا من جر روحي جدا شيئا شيئا وكميدة صدح ذاسي خيالا أحرق درتيد لم ينظر الله إليه يوم القيامة نك أي كرد عضي أما إسهل ما مي الله ما هيستو معوسين كورو قاتة سروا الله كورو قاتة أنقوى جي وحكوه سمحت قفا ليسا سوكس كوب بحي هذا تحرق الله بس تدلتي انت أنقوى كوركي سجيسان سروا لك انت كلا سوكس كوب بحي بها القوح سن سوقة وقالي وكبها قلية محادم سروا لك ودي راني سا دانت إذا كحنا معايت إيش هيك قوبك انت يرتب بنان واحد انتن كتفا لكن سروالك وينه صرت عارفين أن قوقا روى أبو داود بحديث كوريه بإسناد والنسائي بإسناد صحيح صدق الشيخ هوي
وعن أبي جري وعن أبي جري عفوا جاب بن سليم الهجيم رضي الله تعالى عنه قال سعد بن حوري رأيت رجلا بن عركي يصدر أي كف لهيا الناس ضدك أي كف لهيا عن رأي تلديسة نيو حارك أبو رحفر يمدينه وصحابه رجع حرها كيين ووحو شغب الله قاضني رأيت رجلا نبان إن باب كسي يصدر أي فليا الناس ضدك أي كف لهيا عن رأي تلديسة وحو شغب لا يقول ميل هذا شيئا شيء إلا سدروا عنه وكفلنا ويا لانوي وحشيك والله قاضني ولا فلني ورب لقوس علم هايو قلت حارم من هذا واكم أن كان وحشيك والله قاضني مبقر هبل باء قالوا حارم رسول الله ورسولك إلهي أن كان أمر كيسية تليس وحشيك والله قاضني ومضوا إيهو كان زميس ونبي إلهي مركز كنا حي صحابي ومركز قلت حارم عليك السلام يا رسول الله رسولك الله والسلام تشهد آتو بقنك عليك السلام عربي ميتك يقبره كل سلام ترين أهل آخره لغو السلامة أهل قابورك لغو السلام ترين والروح النول السلام عليك أرن ترين السلام تهور مريان كاف الخطاب كان قدال بيكين ترين وحي النول وحي الدنتين كاف الخطاب كان صور ما السلام تهدم بيسين ترين عادة عربية باسداء هاي عادة مركة عربية بكل سلامة تيب النبي كديد عليك السلام يا رسول الله ما هذا قرب إنه يلاه السلام عليك يا رسول الله مرة لما جربك علي قال أبو حوري لا تقول هدين عليك السلام هدين عليك السلام تحية الموتى عليك السلام كورد انت الله سلامة عند العرب لا في الشرع شرعه روح النول يروح انت سوى الله سلامية السلام عليكم دار قوم مضيسة روح النول السلام عليكم بعد ليلة كورد انتينا السلام عليكم سوى السلام وشرعيان لكن النبي يقول حكاه الله يا عادل عربيت بكاه الله يا بان عربيت حوا إن لك لا صاروا نن موتن إيا نن نول لك لا صاروا قل وحاتي لذا السلام عليك ده سيدار ده واتوسي قال وحلو قلت عني أنت يا رسول الله عفوا قلت عني أنت رسول الله رسولك له مياتها سيد الله يشيغي قال نبي حلو أنا رسول الله أنا رسولك له بان أهي وأنا فدو كسو إسلاميوي صحابي قالي فدو كسو إسلاميوي أنا رسول الله رسولك إله بان أهي الذي الله إذا أصابك مركو كهاليلوك وقد عضر لباته فدعوت أبرضه كشفه عنك كافي ده رسولك وحاني إلهي يا ربك مركو لبكو قبصد أبرضه كافي ده انت وفهمها هي روية الله شرحها هي وإذا أصابك عام سنة سنة أباره دكوها بسدنا فدعوت أدبرده أنبتها لك كوسر علي بقي الإيه الدوغاد إيه التقاد كوسر علي انتو روب كينو للكو كهذا صوصة داق يوحد علف الدنيا يو يؤون يؤون أون بنا آدم با أنبتها لك كور علي بام روب انتو كسي برواغك كينا أبارتك أبحية وإذا كنت بأرض قفر نقول هيجد مكرات جوكتنا هيجد علاء أولا دقارين أو فلات نقول بنان وصحراء جوكتو وفضلت أيضا تراحلتك قائدك أردمه فدعوته وأدبرده ردها عليك الله كسعري الله رسولك سبحانه الله صحيح صدري نبي قول أشرح مثل الذي وفهمك كره ونين أضيع فهمك كره أردف فهي مالك هاشو كافكت وطل أدو يد إلى هايو بأسما ده الله رسولك سبحانه أبار مكي كوكو هبسته الله أرهب دون تدكو عرط رسولك سبحانه لب مكو كوكو بلعي أبار أي عليس كل كوكو يما دحنون جيري بربر عدو كوكو فريزتو الله أدبر إذا كافي إذا قال لي رسول كسبانه وإسلامي مركو إسلامي حولو قلت حنا إعاد إلي إعهد إلي نبالو إلى بلان إيه دردارا بوري أهد إلى قل حوو قنتين وناكسان أو دردارا إيه قنت بو نبي الله وكاتك هاي آي قال نبي حولا تصبن أحدا آدمها عاين هاف لقا دوني دبنها دي أفكاد إذا بؤيال حلما قد كوحي ليهين حالا يا من هو دوا قلوب العارفين بدن بربي او فوراي انو سحابي كان سيده كلو دن كو اوغاي انو قيمه بدن يا لكن حقوق كو عيبسنا انو افكولا اما ددك جايفين جري هوش من نبي توكتي ني ولب عذركيسو نبي كداوياي لا تصبن احدا روحناها عاين افكاد ادب يال قال سحابي وحور فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا صحابه اساسا لو يقان ما نكا وخي كدنبيي فما سببت ما عاين بوري ما شايفين بعده نبي محمد قداشي يا بلنكا قداشي حرا روح حرة ولا عبدا أدون ولا بعير تحت النيف قيل ما عاين
ومغان إيه بلايا كوكو حيقيها قبطي إيه شمبرها قبط منا مدهين ولا بعير نف قيل معي ولا شات النف أريا ما أريبا عيلة قدين كراهتي دبكي سوارة تيالي نين حول الدقها يمية حولها عي قدين لكن سحابه هطي بلن قادان سيد أفلنية ولا تحقرن من المعروف الشيء نبي حوري الشيء وسمها اللي يدادان هقور سن سمها يري سن آدم وحطري كرتتر ينكلا يراني ولا تحقرنها قرصني من المعروف السماه يوناقي إحسانك شيئا وحق قرصني وحدا ودبيحي وأن تكلم ولو أن تكلم وي إن الله هذا شبع الله كدقو تقولها أخاك ولالك وأن عفو إن الله هذا شبع الله كدقو أخاك ولالك وأنت منبسط إليه وجهك وأنت منبسط إليه وجهك وجهه أفر فرن أفر حسن إن الله شبع الله كدقي سماها فضيسن وناك قرصن إحسانها قرصن وحكى لها داد ويدو لها الله أمه صونية وشك فرية ودو الله عضينية إن ذلك من المعروف وعلك إن الله شعوده وشك فرية وناك يخير بك كمدية وارفع إزارك حديث كان في رادة وحكى سمعيه ولا ديه كسو الرفاضي من جرى ثوب خيالا حديث كان سنسارة وكله افتفير هذا نبي حلو وارفع إزارك مع وستاذي هو سكنت هذا كورق قاد إلى نصف الساق لودن كبرتن كسجيه برتمه لودن كجيه فإن أبيت هدادي تنبع الله وحرقون هيا حيوة من شر الدوبان هاي ملقوا قروا حسني ويقلوا حسني ورك آدك أنتنا فيلك عبيني أن قوية جارسي أن قوية وإياك إسك إلال إسك أقوك وإسبال إزاري معوز إيسروا الهوص الله يقول فإنها إسبالك قد يجيزي أيام المخيلة كبيرة حقا لقد مرة حديث كاني سوكو مشي النو ترجمة ديسو إن وحسكي هاي ماشا ضنب وكراهتي من غير خيالة باطل وي اسكو قادة ونو اجتهاد كيزي ودعوه الري وخطأ اسبالك قد لقي سنة بحر أساقا مخيلة أساقا كبير أساقا حرقاء وحي أنقا وكوهو سيئة كبير بكو سليسان يعني. حرقو كو سليسان يعني. إسلوين إذا بدر كو سليسان يعني. نبقى يلي فإنها إسبالك من المخيلة بكمدية حركة كبر بكمدية وإن الله رب سبحانه وتعالى لا يحب المخيلة كبر كإسقاط قاتك إلهي متش علو رواية طبراني فإن الله لا يحب المختال وإن امرؤ شتمك هذو الروح كعايو وعيرك كل عيو بما يعلم فيك وحو كوغو يبو كوغو عاي ونو كوغو دليعي وانا قصي فايسنت ونو كوغو ياهي هكا ارغوسن من النبي صلى الله عليه وسلم غبن ما ايك فلا تعيروا كو دليعين هكو عن بارين بما تعلم فيه وحد واد كوغتا اسغا ما انا ادو جودها ادو مال وحصل سميس يربط با حداي ها بكير دم با سو حداي سو انا كا كا دغي ما بين با شيكتيا روح هيل باب الدشيبه يعني وحبها وبحين قد القاضي أجر بات كيريسا عبت وكوكو عيبية وكوكو أغا أضوى ماذا كوكتا كاقرصان ويبنانتا أو كاقرصت لكن أجر ما هبناناتي اللي نبقى حديدين هاي مركا حيوغو روحو كعايو فعلا كوكاليس مكتا أتكا أرقوستي انتي سيو كاربا أخو قابصت زاني باتو أنا زاني 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 توك بواطات ديه بنالا توكل بنالي خائن بوادي قد كدري سمعت قانون سمع الورك هذا مر هديات جوابته انت عداده هو اكيسن ميس وحا كدريسا حد غدو بنوي مر كظلم ما تغليسا ما دام مر حد غدو كبدان يحي او ميشي انا اوت ان حد غدوبته او صبر با فانما وبال ذلك شيء دنبيسي عربتي سحميد عليه نك عيد بلاوي بي سارنت هي روايه كا عديسي دعه يكون وباله عليه وأجره لك هذوك عن باريوك عاي وحوك أجهك وعاي أنا أقطع إن طايوك وعاي إسكسر هوا جوابك هكار قوسنن دم بس قال لو قريا أذن أجر بالقو قريا هذا واعبت هذا هيد هو هذا الهيد القو أقاوي إن الصبر تطع مستوى دل قاطي بأجر لقاسينية أذن أجوام بأجر كي ليس أسوم دم بالقو قريا كورا مرك وحنا هين بدوك وعاي كبس يدرون روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح سيدا أبو الشيخ أبوي مرك حديث كذو حكو عدي علماء الله يكو خلد من حديث كوري والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين
والحديث يفسر بعضه بعضا، والوارد يفسر بالوارد، والأثر يفسر بالأثر. حديث الأسف فسرية نوالبا وهلمان يعذر دار ضرورة شرعية سيدة أبو بكر قبسطوك الآن ودارين معاوزت أو قص إماك وديري متكبر ويا نبغى حكومي حرو تكبير بكتيرة دبني سنة أربع قوة حدا ربع في إسك إلالية كبيرة من الكبائر ويا كيف هذا أنقى وروحي كهوسية صوبس قلية أما كريم مريو بقروح سنياي مدين كافولحن قريش باتيدي محدي بوين هيا هل قاعد المقدرة هذه مسوان ديري هل قاعد المقدرة يمانت والله سبحانه وتعالى أعلم.